وصبر كالماس. هل تعرف تلك الصخرة الموجودة أسفل الشلال الهادر وكم تحتمل من الضغط دون شكوى أو ملل؟ كن كتلك الصخرة. تكلمنا سابقا عن الصبر وقلنا اصبر حتى يمل الصبر، ولكنني أريد منك الآن أن تصبر حتى نخرج لك بمعنى أعظم من الصبر نفسه. ولكن أي صبر؟ وأنا بالكاد أجر نفسي في طرقات الحياة. دعني أخبرك، في وقت من أوقات حياتك ستواجهك الصعوبات مجتمعة مرة واحدة، وكأنها كانت تترصد لك لتنال منك، ثم تجد الناس ينظرون إليك، هل سينكسر أم أنه صلب كالماس؟ حينها خذ نفسا عميقا وارهم معدنك الحقيقي. إياك أن تنكسر، لأنك لو فعلت تأكد أنك لن تنهض بعدها. فكن كتلك الصخرة أسفل الشلال أو كالماس تحت ضغط الجبال، وكما يقول الشافعي رحمه الله: يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله.